قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعت تنبيه بعض الإخوان الأجنبيين على جميع إخواننا أن يحضروا الدرس الأول، وفهمت من هذا أن هذه شكوى الناس لا يأتون من أول الدرس، والحقيقة أن هذه القضية مهمة، الاهتمام بالدرس والتحصيل واغتنام هذه الفرصة التي هيأها الله عز وجل لك، سواء هيأها في الخارج أو في الداخل. هيأها في الخارج يعني وجدت معهدا ويعني اتمنت من فيه و يسر سبل الطلب، وأهم من هذا وأخطر أن هيئك في الداخل بأن بعث همتك ويعني أقام نيتك وهيئ المعاني الداخلية التي جعلتك تعزم على طلب العلم، تنتظر في الدرس وتسجل، تأتي بالكتب وتواظب على الحضور. هذه الفرص عليك لا تتكرر، إذا هبت رياحك فاغتنمها. رب رجل يعني انبعثت همته تارة ثم فترة بعد ذلك، فإذا لم تستفد أو لم تستفيدي من هذه الفرصة قد لا يتيسر بعد ذلك يعني الهمة لا الداخلية ولا التهيئة الخارجية. و الحياة فرص كما يقولون، قد يعرض يعني مرض، وقد تعرض حاجة، قد يعرض انشغال، قد يعرض يعني ظروف كثيرة، نسأل الله أن يعيننا ويستعملنا ويكون فيما يحب، لكن هذه الطبيعة هذه الدار أن الإنسان إذا تيسر له شيء ولم يحرص عليه فربما لا يتيسر له مرة ثانية، وقد يتيسر هو ولا يتيسر الإنسان نفسه بذلك الشيء. ولذلك ما سبق من سبق إلى أبواب العلم والعمل إلا بالمبادرة والاغتنام والمسابقة والاستفادة في بدايات وشرح الشباب ويعني مواطن الفرص، وأرب فرصة ضاعت لم تعد مرة أخرى. ولذلك يعني هذه الفرص نعم، وحق النعم أن تشكر، ولهذا لا يليق التخلف عن الدرس كما لا يليق الحضور بالجسم وليس بالروح والقلب والحرص، وإنما ينبغي الاجتهاد في هذا الأمر، لأن هذه أمانة. المجلس الذي أنت فيه الآن أمانة، سوف يسألك الله عز وجل عنه. العلم أمانة والديانة أمانة، ومجلس كهذا في بيت من بيوت الله عز وجل على كتاب من هذه الكتب التي مدارها على الوحي، كل هذه أمانات نحن بحاجة إلى يعني جهود جميع إخواننا. الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى رعاة، بحاجة إلى قضاة، بحاجة إلى يعني أصحاب همم، إلى من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ونحن نسلك معا هذا الطريق، لا شك هذا أقرب إلى السلام، فإن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت مشغول بالدرس والكتاب والتحصيل والحضور ويعني الاهتمام، ولا شك أنك مشغول أيضا بالتطبيق والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. رب كلمة ربما تكون خارج الدرس قبله بعده في الطريق إليه في طريق العودة، ربما يحيي الله عز وجل بها يعني قلبا، ورب هذا القلب لا
الذي يعني ورب قلب أحياه الله عز وجل فأحيا الله عز وجل به أمة من الأمم. فأنت كثير إن شاء الله تعالى ولست قليلا، فاحرص على هذه المعاني لعل الله عز وجل أن يوفقك إلى ما يرضاه لك وإلى أحب ما يرضاه لك وأن يقبض لنا وإياكم على أحب حال يرجوه لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا إلى الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. العلماء استخلصوا الشروط والأركان والواجبات والسنن، استخرجوها من النصوص الاستقراء والتتبع، وهذا دليل عقلي صحيح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا يعني شرط وهذا واجب وهذا ركن وهذا مستحب، وإنما صلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أمراض الصلاة وكيفياتها، ويعني أباح لهم هذا وأمرهم بإعادة هنا ونهى عن ذلك. مجموع هذه النصوص عرف العلماء كيف يأخذون الشروط والأركان والواجبات والسنن. تقدم معنا أن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج العبادة ويستصحب من أولها إلى آخرها، وأما الركن فهو داخل العبادة وينقضي ويعقبه غيره، لكن يشتركان في أنه لا تصح الصلاة بدونهما. الصلاة لا تصح دون الأركان والشروط إلا عند العجز. أيضا الفرق بين الركن والواجب، لأنه سيذكر هنا الواجبات والأركان بعد الشروط. الركن لو تركه سهوا لازم الاتيان به والا بطلت الصلاه، ولا يسقط الركن الا بالعجز. والواجب لو تركه سهوا لم يلزم الاتيان به كما سياتي، وجبره يكون بسجود السهو. فلو ترك ركنا سهوا كركوع او سجود لزمه ان ياتي به اول ما يتذكر، ولو نسي وذكر في اخر الصلاه لزمه. لكن لو ترك واجب التشهد الاوسط فانه لا يرجع اليه، وانما يجبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن ايضا كل من الركن والواجب يعني تبطل الصلاه بتعمد تركه، وتعمد ترك الواجبات او تعمد ترك الاركان وترك صلاه. بخلاف السنن كما سياتي فانه يستحب فعلها ولكتاب فاعلها، لكن لا يأثر تاركها. لو تعمد تركها الصلاة صحيحة، لا شك أنه إذا تعمد ترك السنن أنها لا يليق بالمسلم. قال: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. أحدها: الطهارة من الحدث. وهذا الشرط في الحقيقة أجمل، أو هو إجمال كل ما تقدم من الباب الأول، باب الطهارة، لأن الطهارة كلها شرط، لأن الطهارة كلها شرط لصحة الصلاة، ولأن تقدم معنى باب الطهارة كاملا قبل الشروط في باب الصلاة. فهو إجمالا هو يشير إلى هذا المعنى، من أول شروط الصلاة الطهارة من الحدث، طبعا يقصد الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ويقصد بالطهارة سواء بالماء أو بالتيمم، كل هذا مضى. لحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث في الصحيح. الثاني من الشروط: الوقت. والصحيح أن يقول دخول الوقت، فإذا في الوقت نفسه لا يؤدي المعنى. من شروط الصلاة دخول الوقت. وجمهور أهل العلم أنه يعني تصح الصلاة ولو بعد الوقت
مع الاسم، لكن اختار شيخ الاسلام مذهب الظاهرية انه لا تصح بعد وقتها، لانه من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، كما في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانما يعني تنفع من التوبه والحسنات الماحيه. يعني كما انه لا يصح الصلاه قبل دخول الوقت، لا يصح ان يصلي الظهر في العشره صباحا ولو صلى كانه ما صلى لانه ما دخل الوقت. طب اذا انتهى وقت الظهر وغربت الشمس، هل يصلي الظهر كان غير معذور؟ ما الذي اخره الى هذا الوقت؟ ليس معذورا. الجمهور انه ياثر ويقضي، والصحيح انه اذا خرج وقتها فان الله عز وجل اراد الصلاه في وقتها لا قبل ولا بعد، الا من عذر وقد تقبل بعد لكن بالعذر. واستقرض هنا بذكر المواقيت، لما ذكر من شروط الصلاه دخول الوقت قال نذكر المواقيت. ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس، ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر، ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاه قبل خروج وقتها فقد ادركها، والصلاه في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخره وفي شده الحاجه في الظهر. اذا ثاني الشروط دخول الوقت، بقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد بين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. نزل جبريل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في اوائل الاوقات، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى في اواخر الاوقات، ثم قال له والوقت بينهم، فدله على يعني الوقت بطريقه عمليه. من هذا يعني الحديث حديث جبريل اخذ العلماء مواقيت الصلاه. قال ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، لان جبريل نزل اول يوم في وقت الزوال، اول الوقت يعني عند زوال الشمس، ثم ثاني يوم لما صار ظل كل شيء مثله قال والوقت بينهم. كيف تعرف يعني وقت الظهر؟ انت تمد رمحا او عصا او قلما او شيئا يعني له ظل في الارض، ثم تنظر تجد الظل ينحسر يعني يضمر ينقل الى ان يتوقف. هذا التوقف هو وقت الزوال، الوقت الذي فيه النهي عن الصلاه، وهذا الوقت يستغرق يعني دقائق قبل صلاه الظهر، وانت تربطه وقد ثبت يبقى شيئا يعني له العصا متر، قد يبقى يعني اثنين او ثلاثه من السنتيمتر يقف، هذا وقت النهي. فاذا بدا يتحرك جهه الغروب فهو يعني بدايه وقت الظهر. فاذا صار ظل الشيء مثله يعني لو قلنا العصا متر ومعها 3 4 سنتي اللي هم ظل الزوال، يبقى لما يصير متر مع 3 4 سنتي يبقى كده انتهى وقت الظهر وبدا وقت العصر. ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، هو بدا بالظهر لا ولم يبدا بالفجر، لان جبريل عليه السلام بدا ايضا بها، وبعض اهل العلم في كتب الفقه يبدا بصلاه الفجر لانها اول صلاه النهار، وباعتبار ان الصلاه الوسطى صلاه العصر كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون البدء بالفجر مناسبا لبيان الصلاه الوسطى، والامر في هذا واسع لا مشاحن في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الظهر، فان هذا عدد كثير من اهل العلم بدايه المواقيت من صلاه الظهر. وكما قلنا يعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصر الظل، لان الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا ثم يعني
كلما ارتفعت قصر الظل. فإذا مالت عن كبد السماء حينئذ يعني شرح في الطول، هذا وقت زوال الشمس. ووقت العصر وهي الوسطى، هذا الاستطراد إشارة إلى تعيين صلاة العصر وأنها الوسطى، لأنه وقع فيها خلاف كثير من أهل العلم. هذا من صلاة إذا وقيل إنها صلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر لأنه قد نص في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل معنى الوسطى يعني الفضلة، أمة وسطا يعني أمة خيارا، هذا أصل الوسطية. وقيل الوسطى المتوسطة. ووقت العصر وهي الوسطى آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله، يمثل هذا آخر الظهر وأول العصر، وبالتالي لا فاصل بين الوقتين على الصحيح، لا فاصل بين الوقتين. إذا خرج وقت الظهر دخل مباشرة وقت العصر، خلاف المالكية قالوا بينهما فرق، يعني بينه وقت مشترك يقدر بنحو 4 ركعات. إلى أن تصفر الشمس، وقت العصر آخر وقت الظهر، إلى أن تصفر الشمس. يعني ما لم تصفر الشمس، الاصفرار يكون على الأرض على الجدار لا في عين الشمس، يعني لا يعرف إصفار النظر إلى الشمس، الشمس صفراء غير، لكن الإصفار يكون على الأرض أو الجدر إلى أن تصفر الشمس. والمقصود أن هذا وقت الاختيار، ما لم تصفر الشمس، لكن إن أخرها عن ذلك لضي العذر يأثم، ما الذي يجعل يؤخرها عن ذلك؟ تلك صلاة المنافق كما في الحديث، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، حديث عند مسلم وغيره. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الاختيار إلى ما لم تصفر الشمس، ويبقى بعد هذا وقت الضرورة. رجل مسافر مثلا وتأخر في سفره أو راكب ولا يستطيع النزول وتأخر في العصر، ولو أن يتأخر إلى الغروب وليس لو أن يتأخر بعد الغروب، ولهذا إذا شعر أن الغروب سيدركه لا بد أن يعني يتصرف في الصلاة، فإن أمكن أن ينزل وأن يعني يتطهر ويستقبل القبلة ويأخذ الشروط كاملة فعلا، وإن عجز فأن يكون في طائرة أو قطار أو نحو ذلك، فإنه يأخذ من الشروط ما يستطيع، يتحرى القبلة بالتقريب أو بالسؤال، ويعني يجتهد في الطهارة بوضوء أو تيمم، ويجتهد في الأركان أيضا، يقف إذا استطاع، فإذا عجز جلس، كل هذا لأن الوقت أو شك أن يخرج، أنا في الفريضة، لأن شأن الفريضة يعني أشد، أما النوافل فأمرها واسع له أن يصليها وهو قائم ولا يتحرى القبلة حيثما اتجهت به رحمته. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة، يعني في العصر إلى غروب الشمس. والضرورة المقصود به العذر. ومثل بعض أهل العلم في الوقت الضرورة، يعني ما لو اشتغل إنسان عن العصر وشغل لا بد منه. واحد مثلا انشغل كما قلنا بسفر، انشغل بتضليل جرح ويعني نحو ذلك. الحائط طهرت قبل الغروب، المريض زال يعني حرجه مثلا في هذا الوقت، كل هذا يعني صحيح. ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب من الغروب، الغروب سهل، عرفنا كيف نفهم الظهر، كيف نفهم العصر، الغروب أن يغيب فرصة الشمس، أنت تنظر إليه فإذا غاب ما لم يحب بينه سحاب نحو ذلك، إذا كان واضحا وجعل الشمس يعني فرصة يسقط شيئا فشيئا مع آخر يعني جزء من الشمس، فقد دخل وقت
المقدور. وقد جاءه يعني جبريل في هذا الوقت يعني مرتين تأكيدا على يعني أهمية وقت المغرب وأن وقتها ضيق إلى مغيب الشفق الأحمر. إلى مغيب الشفق الأحمر يعني إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ووقت العشاء من ذلك يعني المغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ينبغي تعلم الأوقات، من الأوقات ما هو سهل لأي أحد ومنها ما يصعب إلا على أهل البادية، خصوصا أهل الحضر عندهم أشياء قد تشكل يعني في معرفة الأوقات، خاصة العشاء والفجر لكثرة الأضواء، وأهل البادية ليس عندهم أضواء في الليل ويعرف كيف يميز الفجر الصادق من الكاذب، يعرف كيف يميز الشفق الأحمر. أهل الحضر مع كثرة الأضواء وضوء المدينة والمدنية هذا قد يحتاج إلى جهد جهيد أن يتعرض ذلك في المدينة، بل لا يكاد يعني يميزه بسهولة. وقت العشاء من ذلك من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وهذا نص حديث مسلم، وقت العشاء إلى نصف الليل، والليل المعتبر نصفه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند عامة العلماء، لأن اليوم يبدأ من الفجر إلى الغروب والليلة تبدأ من الغروب إلى الفجر. وحديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث يعني إلى ثلث الليل وأخرى بالنصف إلى نصف الليل كان النصف غاية التأخير، ولهذا الصحيح اعتبار وقت الفجر إلى نصف وقت العشاء إلى نصف الليل. قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني كما تقدم في معنى الضرورة المسافر أو يعني نحو إلى طلوع الفجر الثاني. إذا هناك فجر أول وهناك فجر ثاني، الفجر الأول ممتد ويعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والفجر الثاني معترض من الشمال إلى الجنوب، ولابد معرفة جهات الشرق إلى الغرب والشمال من الجنوب. هذا يعني أحد أوجه التفريق بين الفجر الكاذب الفجر الأول الفجر الصادق أو الفجر الثاني، أن الأول يمتد طولا من الشرق إلى الغرب والثاني يمتد يعني عرضا من الشمال إلى الجنوب. أيضا الفجر الأول يظلم بعد إضاءته، لأنه فجر غير صادق يضيء ثم يظلم، بينما الفجر الثاني لا يظلم بل إذا ظهر فإنه لا يزال في يعني إضاءة يزداد نورا. أيضا الفجر الأول منقطع على الأفق بينه وبين الأفق ظلمة، بينما الفجر الثاني الصادق متصل بالأفق. قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة، واستدلوا بالحديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وبالتالي من لم يصلي العشاء حتى يجيء وقت الفجر، فاعتبروا الضرورة ممتدة إلى الفجر بناء على هذا الحديث. ويعني أيضا لبعض من الأثر، وإن كان لبعض أهل العلم كابن حازم والشيخ الألباني وغيره، وأيضا هو قول الشيخ العثيمين واختيار الشيخ السعدي وغيره، أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، لأن هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لها وقت ضرورة، ولأن الحديث المسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، واحتجوا بالآية
فقد الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني صلاتي النهار إلى غسق الليل يعني اثنين الليل، ثم قالوا قرآن الفجر، ففصل بين قرآن الفجر يعني صلاة الفجر عن الصلوات الأربع، فاعتبروا وقت الفجر وقتا مستقلا، الصلوات تتصل بعضها الصلوات الأربع، أما وقت الفجر فإن الوقت مستقل. ولهذا قال الحافظ: لم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. كل هذا خلاف في مسألة هل العشاء ممتدة للفجر باعتبار أن وقتها إلى نصف الليل ثم من نصف الليل إلى الفجر ضرورة، هذا قول الأئمة الأربعة، ولا الصحيح أن العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل وليس لها وقت ضرورة، فإذا جاء نصف الليل خرج وقتها فلا يعني يجوز تأخر عن هذا. ثمرة الخلاف أن نحن أصحاب الضرورة، نحن المسافر ونحن على قول الجمهور يؤخر إلى الفجر لأنه في ضرورة، وعلى قول الراجح أنه لا يؤخر إلى ما بعد منتصف الليل، فإذا جاء نصف الليل وقف ولابد أن يعالج العشاء قبل أن يخرج وقتها، وهذا الراجح. قال: وقت الفجر من ذلك يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني اللي هو الصادق إلى طلوع الشمس، وهذا ظاهر. أما طلوع الفجر الصادق فقد ذكرنا يعني كيف نعرفه، إلى طلوع الشمس، وطلوع الشمس يكون أيضا ظاهر. هذه المواقيت الخمسة كما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا بعض الإشكالات، إن هناك بعض الدول مناطق القطبية يستمر فيها الليل طويلة من ضمن عدة أيام بل عدة أسابيع بل عدة شهور، يعني أحيانا في بعض الأماكن ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، فكيف يصلون؟ الصحيح أنهم يصلون ويصومون تقديرا، يقدرون على أقرب بلد من البلاد التي فيها ليل ونهار، أو يصوم بالتقدير في كل 24 ساعة، في كل 24 ساعة خمس صلوات كما عند البلاد المختلفة، أما أن يبقى شهورا لا يصوم بحكم الفجر لم يطلع بعد الفجر لم يطلع، فهذا يقدر، وهذا مأخوذ في الحقيقة مسائل اجتهادية. هذا العلماء في حديث الدجال لما أخبر أنه يعني يمكث فيكم يوما ك يعني سنة أو يوم كشهر، قالوا فاليوم الذي تسأل قال تقدرون له. هذا يعني الحديث أخذ منه كيف نتصرف أو كيف تصرف أهل المناطق القطبية التي يغيب عنهم النهار شهورا أو الليل كذلك، فيشق عليهم تقدير وقت الصلاة ويصعب عليهم وقت الصيام، كذلك في الصيام أيضا أقرب بلدة مثلا تمسك الساعة الخامسة وتفطر الساعة مثلا السابعة، فيكونون على هذا النحو تقديرا. بعض أهل العلم استخرج بعض الحكم من هذه الأوقات، فذكروا أن الفجر يعني لأن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس من آياته، ومن حكمة الظهر انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية، أن تطلع الظل يأتي من هذه الناحية إلى هذه الناحية، هذا أيضا آية من الآيات. والمغرب يعني كفجر لأن الليل من آياته يهور الليل بعد النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا، من العشاء يعني من مغيب الشفق وزوال آثار الشمس، ذلك هذا من الآيات نقلة العصر. نعم. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر للصلاة قبل خروج
وقتها فقد أدركها، فانكبر ولو تبت الإحرام. واستدل بحديث مسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. والراجح اختيار شيخ الإسلام أنه لا تدرك إلا بإدراك ركعة وليس يعني مجرد أن يكمل. الحديث المشهور من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الصحيحين. يحمل من أدرك سجدة على أن الركعة تسمى ركعة وتسمى سجدة، وتحمل السجدة في حديث الجمهور على الركعة، لأن الركعة كاملة قد يسمى الشيء ببعض كما نسميها ركعة نسميها أيضا سجدة. ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني ولو أدرك قبلت الإحرام، لكن الصحيح من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والصلاة في أول الوقت أفضل، والصلاة في أول الوقت هذا العموم المخصوص التي يعني سواء عموم خصوص المصارعة سابق وسارع فاستبقوا الخيرات، أو عموم النصوص الخاصة في هذا الباب. المسؤول ليس عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقته، وأيضا من حيث النظر لأنه ما يدري قد تعرض الحاجة ويعرض العذر فهو في عافية فليبادر في أول الوقت. وإن كان الشارح ذكر حديثا موضوعا لا يليق أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، هذا لم يصح، وفي الصحيح غنية وكفاية. إلا العشاء الأخر وفي شدة الحال في الظهر. إذا الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في حالتين، العشاء الأخر يستحب تأخيرها إلى نصف الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث الترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف. هذا نص القول، والنص العملي أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، وربما اجتمع وأخر بهم إلى نصف الليل أو عند مسلم وغيره حتى يعني ينام أحدهم ويسمع صوته لكنه جالس متمكن إلى أن تقام الصلاة. فالمقصود أنه يستحب تأخير العشاء، يعني تأخير العشاء جماعة كما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يترك الجماعة ويؤخر العشاء نصف الليل ويقول هذا أفضل هذا لا يصح. فالجماعة يعني تقدر لوجوبها ويقدر وقت ذلك الإمام. أما المنفرد العذر رجل يعني مسافر وسيصلي المنفرد ليس عليه جماعة، وكذلك النساء ليس عليهن جماعة وإنما يصلي في بيتها وبيوتهن خير لهم، فهذا الأفضل له والأفضل للنساء يعني التأخير إلى نصف الليل، على أن يكون ذلك هو العادة، يعني يؤخرن ذلك يعني رغبة في الأجر، لا يؤخرن ذلك من شغالهن خدمة البيت والضيف ونحو ذلك، وإنما يتعمد تأخيرها لأن هذا الأفضل. إذن هذا الوقت الأول الذي يستثنى للعموم أن تكون الصلاة في أول وقتها. الثاني قال وفي شدة الحر في الظهر. في شدة الحر في الظهر يعني في خصوص الصيف والحر الشديد صلاة الظهر يستحب أيضا تأخيرها، وهذا الإبراد كما هو معروف. وعند الترمذي رويت أن النبي كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد، يعني وقت الظهر، ثم أراد أن يقيم فقال أبرد، حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول يعني التل بدأ ظله يظهر، ثم أقام فصلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا الظهر فإنه أعظم من أجل الحديث. وفي التلول حين يصير ظل الشيء يعني أو حين يصير الظل بقدر الشخص يعني يضاف إليه في الزوال يعني قرب صلاة العصر، ليس معنى الإبراد أن الواحد أخر ربع ساعة بعد وقت الظهر أو نصف ساعة، هذا لا يزيده إلا حرا في الحقيقة، وإنما
قرب صلاة العصر، يعني بعد ساعة ونصف مثلا من وقت الظهر. أما مجرد نصف ساعة وساعة فهذا في الحقيقة ليس إبرادا، وإنما هذا مزيد من الحر. يعني في الصيف إذا أخرت الصلاة عن أول وقتها الظهر ساعة، فإن هذا تكون دخلت من الحر إلى حر منه. لكن المقصود الإبراد وهذه الحكمة، فالإبراد لا يتأتى إلا قرب صلاة العصر، وهذا أيضا مرتبط بالجماعة. إذا أمكن الجماعة أن يؤخروا ويقيموا السنة فعلا، هذا يتصور فيما لو كانوا في سفر وأرادوا صلاة جماعة ونحو ذلك. أما إذا صلى الناس في المساجد في أول الوقت فتقدم الجماعة على الإبراد. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشر، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب موصوب أو دار موصوبة لم تصح صلاته. ولبس الثياب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: أذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائلا جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ثالث الشروط ستر العورة بما لا يصف البشر. أصل مسألة ستر العورة كما في حديث ابن عباس عند مسلم أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون عورة، فأنزل الله تعالى: يا أيها بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر بستر العورة. ونزل أيضا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءً، يسمى يعني تعري فاحشة. ويعني في السنة أيضا نصوص كثيرة في ستر العورة، كحديث احفظ عورتك. والجمهور لستر العورة شرط في صحة الصلاة، خالف بعض أهل العلم كالشوكاني والألباني وغيرهم، ونازعوا في تحقق الشرطية، وقالوا أن هذا من الواجبات يعني عدم وجود الأدلة على اشتراط ذلك، وانتقلوا منه إلى أن يصير واجبا. وأصل العورة من العور، والعور العين والنقص. نحن نسمع في أيام السياسة أن يقولون هذا في عور، يعني في العين أو نقص، ومنه عور العين، ومنه العور المعنوي: إذا ما تراه الرجال تحفظه فلن تنطق العوراء وهو قريب. العوراء يعني الكلمة القبيحة. المقصود أن كل شيء يسوءك النظر إليه فهو عورة. قال الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشر، وهذا يعني شرط عند جماهير أهل العلم الحديث: ما يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بالحائض يعني البالغ. قال شيخ الإسلام: والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. أمر بشيء زائد على مجرد ستر العورة في الصلاة، وهو يعني أخذ الزينة. استدل على هذا القول ابن عمر لمولاه: فالله أحق أن يتزين له. وأيضا استدل ما عند الحنابلة يعني أخذ من الحديث ليس نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منهم شيء، مع أن عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق. إذا هناك غير ستر العورة شيء زائد على مجرد ستر العورة، وهو يعني حرص على التزين. فليس معنى هذا الإنسان يستر عورته ويخرج يصلي على أي وجه، كما أنه لا يخرج لمقابلة ملوك الأرض على يعني أي وجه.
ثم فصل يعني العوة، قال وعوة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عوة إلا وجهها وكفيها. عوة الرجل والأمة، دليل عوة الرجل في الصلاة حديث جابر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزل به. حديث الصحيح، كان ضيقا يعني الإزار فالتزل به، والإزار يعني ما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي يجب ستره. والأقرب من الصغير كالكبير في حد العورة، لكن غير الجانب يؤمر تدريبا. والصحيح أن الركبة والسرة ليستا من العورة. وأما دليل عورة الأمة فأخذوها من حديث مروا أبناءكم بالصلاة بسبع: وإذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة. ذكر الشيخ الألباني في الإرواء، قال وفيه عن البيهقي بحث حاصله أن المراد لا تنظر الأمة إلى شيء من عورته المذكور، هذا معنى الحديث. ولهذا قال البيهقي: الصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما يعني زوجها ولا حكم لزوج محرمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. ولهذا خلص شيخ الإسلام من هذا البحث إلى نحو ذلك في عورة النظر، لأن العين خوف الفتنة. ولهذا قال شيخ الإسلام إن الإماء لم يكن ليحتجبن في زمان السلف، لأن الفتنة بهن أقل من القواعد، الفتنة بالإماء أقل من القواعد في الزمن الأول. أما بعد هذا لما فتحت الدنيا وجيء بإماء مثلا من الأتراك ومن يعني أمثال هؤلاء، فقال هؤلاء يعني عليها أن تستر كل بدنها. ولهذا يعني ليس على الإطلاق أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، لأن الأمة قد تكون يعني من نساء يعني الجميلات ونحو ذلك. فعورة الأمة إذا كانت يعني كان مفتتن بها فإنها تستر كل بدنها، كما انتهى إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. حرة كلها عورة يعني في الصلاة إلا وجهها وكفيها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ذكر شيخ الإسلام أن النساء كن يصلين بطمصهن وخمرهن، ونقله عن عائشة وميمونة. ومن ثم يبدو منها في بيتها الوجه والكفان والقدمان أيضا، لعدم يقضي على وجوب ستر القدمين. هذا في عورة الصلاة، عورة الصلاة يظهر منها الوجه ويظهر الكفان. القدمان تستران لكن لا يلزم أن تلبس شيئا في رجلها، وإنما تلبس ثوبا ساترا سابغا. لم يرد أن الصحابة كنا يتحرين لباس شيء في أرجلهم، بل كنا يتحرين الثوب السابغ. وهذا ما يتعلق بعورة الصلاة، لا يظهر إلى الوجه والكفان إذا كانت صلاة وحدها، وإلا فلو كانت بحضور غير المحارم فإنها أيضا هنا تنتقل، يشترك مع عورة الصلاة عورة النظر. عورة النظر شيء وعورة الصلاة شيء آخر. عورة النظر يوصى بها سد الذرائع إلى الفتنة، ومن ثم يعني يجب سد ذلك كله في عورة النظر. وهنا خلاف الوالد من أهل العلم، هل عورة النظر يعني المرأة كلها عورة على الإطلاق، أم بالتالي يلزمها أن تنتقل وأن تلبس القفازين، أم أن الأمر كما قال بعض أهل العلم لها أن تكشف وجهها ويعني كفيها، قال بهذا أيضا بعض أهل العلم. والأمر فيه سعة من حيث الخلاف سائغ، لكن الذي لا يصح أن يكون محل خلاف أن تخطئ المرأة
التي تنتقل والمخلد التشدد، وهذا من البدع، وهذا مما ليس له أصل، وهذا من يعني تأثير الوهابيين أو تأثير، هذا كله لا شك أنه خطأ. العلماء لم يختلفوا في استحسان النقاب، لكن اختلفوا فيها هو واجب أم أنه فضيلة. فأدنى درجات النقاب أن يكون فضيلة، أما غير مشروع فهذا القول من لم يضبط يعني المسألة. هذا ما يتعلق بعورة النظر. أما عورة الصلاة فتختلف، تكشف المرأة وجهها وكفيها إلا إذا اجتمعت العورتان، فكانت تصلي بحيث يراها الرجال تقدم هنا عورة يعني النظر. إذا حاصل عورة الصلاة في المذهب عند الحنابلة ثلاثة أقسام: مخففة، هذا في الذكر من 7 إلى 10 سنوات، ويعني مخففة يعني يكون الصبي الصغير عورته الفرجية فقط. مغلظة، هذا في الحرة البالغة، كلها عورة إلا يعني وجهها، هذا في الصلاة. متوسطة عندهم، هذا في الذكر من 10 سنوات فصاعدا، ويكون من السرة إلى الركبة. وأيضا يعني يدخل في المتوسطة عند الأئمة الأربعة الحرة دون البلوغ، والأمة ولو كانت بالغة، وذكرنا أن الصحيح من الأمة يعني ليس شأنها كذلك كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام. ولهذا سيأتي قول الشارع: وعورة الأمة كعورة الرجل، وعورة الأمة كعورة الرجل، يعني بين السرة والركبة. والصحيح لا فرق بين الحرائر والإمام، والإمام في علة خوف الفتنة، فكما تخشى الفتنة من الحرة فتؤمر بالحجاب، تخشى الفتنة أيضا من الأمة، إذا خشيت الفتنة من الأمة أمرت كذلك. قال: أم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد يعني الأمة التي ولدت لسيدها وصارت أم الولد، والمعتق بعضها الأمة المكاتبة التي يعني بصبر شراء نفسها من أهلها ما لم تتحرك فهي في حكم الإمام. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هذا من صفات المذهب، يعني مما خالف فيه الحنابلة جماهير أهل العلم، اعتبروا السد عبادة وقعت على نحو غير مشروع، ويعني وبالتالي من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. هذا مذهب يعني ناقض الحنابلة، لكن الصحيح القول بانفكاك الجهة، أنه اللصق هذا محرم، سواء غصب الثوب الذي يصلي فيه ويستر به عورته، أو غصب الدار التي يصلي فيها، هذا أيضا يعني عمل محرم فيأثر فاعله. أما الصلاة نفسها فصلاة صحيحة ما دامت استوفت الشروع والأركان، وهذا الراجح أن من صلى في ثوب مغصوب فصلاته صحيحة مع الإثم بغصب الثوب أو بغصب الدار. لكن الحنابلة يعني يختلفون عن جمهور أهل العلم في اعتبار أن الصلاة في الثوب المغصوب أو الدار المغصوبة يعني هذا مبطل للصلاة، وهذا خلاف الراجح. قال: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. قال: مباح للنساء دون الرجال. هذا الحديث حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم. أو صحيح قال: كذلك حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
إلا عند الحاجة، يعني عند الحاجة يتسع للحديث المذكور. عند الحاجة يعني إذا احتاج الرجل، أما النساء فلغير الحاجة بل للزينة، لكن الرجل قد يكون هناك حاجة، كما لو كان في حكة مثلا فيكون الحليل لنعومته يطفئ التهاب الحكة فيستعمل من هذا الباب، أو يعني مرض معين رد هذا إلى الطبيب. ودليل هذا في الذهب حديث عفجة الرجل الذي يعني أصيب أنفه في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق الفضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ونقل التلميذ عن بعض أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وهذا أيضا لما كان هذا أمر متعينا. الآن صار هناك أشياء أخرى للأسنان فلا داعي لاستعمال الذهب. وأيضا لما شكوا من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له في قميص الحرير، وهذا في الصحيحين. وأيضا يدخل في هذا الحرب، لأن لبس الحرير ونحوه في الحرب لا شك أن هذا فيه إغاظة للكافرين وفيه كسر لمعنوياتهم، إذا رأوا الناس يعني على هذا الحال، فإن هذه كلها حاجات المقصود تدخل في الحاجات المستثناة إلا عند الحاجة. والمطلب الذهب حرام كالمزهد لعموم الحديث، إلا إذا كان بحيث لو عرض على النار لم يخلص منه شيء، كما ذكرنا قبل في ماد الطهارة حينئذ لا بأس به، لأنه في هذا الحال زال عنه معنى الذهب. قال ومن صلى من الرجال بثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتق. الجمهور تغطية العاتقين مستحبة لأنهما ليس بالعرض لاعتقاد الكتفان، وأن هذا ليس بواجب، وإن النهي خشية انكشاف العرض. النهي الواجب يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي الحقيقة خشية انكشاف العرض، لأنه لو صلى ولم يجعل شيء على عاتقه يربطه بعرقه ونحوه يمكن أن يسقط منه. هذا وجه النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الصحيح قال لما اشتغل بثوبه قال إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. فهذا يعني يؤيد ما عليه الجمهور، وإن كان المشهور مذهب الحنابلة أنه لابد من ستر العاتقين أو أحد العاتقين. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ستره، يعني الأصل هو يجعل بعض الثوب على عاتقه ولو على عاتق واحد، فإن ضاق الأمر ولم يجد إلا ما يستر العورة حينئذ يسترها ويترك عاتقه لحديث جابر الماضي فابتذر به، ولأن الخلاف في العورة أقوى من الخلاف في العاتقين. الاعتقال هذا قال من حنابلة خلافا من الجمهور، ولأن العورة أفحش في النظر، وأيضا لأن هناك إجماعا على أن من صلى وقد ستر عورته في الصلاة صحيح لا إعادة عليه. فإن لم يكفي يقول فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني من ترك عاتقه. فإن لم يكفي جميعها، المسألة هنا ضاقت حتى عن العورة التي لا خلاف فيها، فإن لم يكفي جميعها يعني جميع العورة يعني جسم المرأة كله أو ما بين السرة والركبة من الرجل ستر الفرجين، يعني وترك بقية العورة لأن الفرجين أغلظ. فإن لم يكفهما حتى ولا فرجين، ما في إلا يعني شيء يسير يكفي فرجا واحدا، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، ستر أحدهما، يكون أحدهما هذا يعني الذي يرى من موطنه وموقعه وحاله أنه أغلظ، لأنه قال أحدهما يعني ترك له الحلية يستر القبل دون الدبر، أو يستر الدبر دون القبل
وهذا يختلف باختلاف النظر ومقتضى النظر والله أعلم، إنه إذا أمكن يسر الخبل كان قائما أو يعني فهو أولى، والدبر إن كان يعني جالسا إن كان راكعا أو ساجدا فهو أولى، أي مكان فاتقوا الله ما استطعتم. العلماء يذكرون هذه الافتراضات وإن كانت لا تحدث إلا نادرا من باب العلم، يعني قد يحدث هذا النادر القليل، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما. فإن علم الستر لكل حاجة ولا حتى الشيء الذي كان نفسه أحد الفرجين، هذا نتصور أنه شرع نياما وحان وقت الصلاة وليس عنده شيء يستر عورته، في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم. صلى جالسا يومئ، صلي جالسا يومئ يعني بركوعه وسجوده، فإنه إذا وقف وركع كان يعني وضع العورة أفحش، حينئذ يصلي جالسا. هذا المذهب عند مالك والشافعي، يصلي قائما ولا يسقط يعني الشيء الذي يستطيعه بشيء هو عاجز عنه. بعض أهل العلم يفصل يقول إن كان حوله أحد يعني يخشى أن يرى عورته يصلي قاعدا، وإن كان وحده يصلي قائما، أو كان في ظلمة يصلي قائما، أو كان حوله من يحصل يرى كأعمى ونحوه يصلي أيضا يعني قائما، لأنه لا عذر لهم، والركن لابد من تحققه وقوموا لله قانتين. وإن كانوا جماعة يصلون جماعة والإمام يعني وسطهم، وقيل لا يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، وكل هذه يعني موافق يعني اجتهاد على حسب النظر. وإن لم يجد إلا ثوب نجسا، الآن عدنا إلى الثوب لكنه نجس والطهارة شرط. يقول ستر أحدهما، فإن علم الستر من كل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. هذا مذهب مالك الشافعي وفيه تفصيل للموطئ. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ليس عنده إلا ثوب نجس، يخلع الثوب ويصلي عريان فيضيع شرط ستر العورة، ولا يصلي يستر عورته ولكن بثوب نجس فيضيع شرط طهارة الثوب، وإذا تعارض اثنان فأيهما أفحش. ومن الذي اختلف في شرطيته ووجوب خلافا أكثر، كل هذه المعاني تجعل الراجع أن يعني يصلي في الثوب النجس أو في المكان النجس ولا إعادة عليه. هذا الصحيح لرفع الحرج، لأنه لا يقضي إلا على هذا. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لم يفرط، والإسم على المفرط، الله تعالى لم يوجب عليه الصلاة مرتين، لأن كل يصلي ثم إذا جاء ثوب يعني طاهر يعيد الصلاة فيكون صلى الظهر أو العصر أو غيره مرتين، الله تعالى لم يوجب عليه الصلاة مرتين، ولهذا قال ولا إعادة عليه، وهذا الرجع. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعقال الإبل وقارعة الطريق. الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، يعني الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان، وأخذوا هذا من النصوص طهارة البدن، حديث ورد القرين معذبان وفيه أما أحدهما فكان لا يستتر من دون يعني لا يتنزه، وأخذوا طهارة الثوب من حديث الحاجب يتقدم معه إحدان يصيب ثوبها من دم الحاجب ماذا تصنع، قال حكيه ثم قرصيه ثم
اغسلي. وايضا لما خلع نعله في الصلاه لما اخبره جبريل وقال اخبرنا ان به ما اذى. واخذ الجسد من المكان يعني اشتراط طهاره المكان من حديث الاعراب الذي صلى بال في المسجد فقال اريق على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء. هذه ادله طهاره البدن والثوب والمكان. من اشتراط طهاره البدن والثوب والمكان قال يعني جماهير اهل العلم والائمه الثلاثه وصيح عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهو يعني القديم من قول الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن القيم وغيرهم. ومن حجاتهم الحديث الذي ذكرناه حديث خلع النعلين. اذ لو كانت الطهاره هؤلاء الذين يقولون يعني بالوجوب يعني الائمه الثلاثه يقول باشتراط طهاره البدن والثوب ويعني المكان. ومن اهل العلم انه نازع في الشرع وينزل به الى انه واجب ك يعني قول مالك وقديم الشافعي واختيار شيخ الاسلام. واحتجوا على انه واجب وليس شرطا بحديث خلع ليس من عليه في الصلاه واتمام الصلاه. اذ لو كان هذا شرطا لما صح ان يستكمل الصلاه لما بدا الصلاه من الاول. لو كان شرطا لا خرج من الصلاه عدم الشرط وتطهر يعني نعليه او خلع نعليه من بهما الاذن واستانف الصلاه من الاول لكنه اتم الصلاه اكمل الصلاه. الصحابه راوه خلع فخلع قال من يراكم خلعت قالوا راينا خلعنا فخلع قال اتاني جبريل فاخبرني ان بهما اذن. الشاهد واتم الصلاه على هذا. وهذا يعني حجه من يقول لان هذا ليس شرطا وانما واجب. واجاب الجمهور بان المراد بالقذر المستقذر ولا يلزم النجاسه. وهذا كلام ضعيف رده ابن القيم وان الصحيح ان النجاسه على حالها. قال الطهاره من النجاسه يعني هذا الشرط في بدنه وثوبه وموضع صلاته الا النجاسه المعفو عنها كيسير الدم ونحن ذكرنا قبل ذلك في الطهاره من الصحيح ان الدم يعني ليس نجسا وانما النصوص في نجاسه دم الحيض فقط. بل يرى شيخ الاسلام العفو عن يسير جميع النجاسات لا سيما اذا شق التحرر منه. وان صلوا عليه نجاسه لم يكن علم بها او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحه. عليه نجاسه لم يكن علم بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنجاسه يعني ما في ان عليه. او علم بها ثم نسيها وهذا شيء اخر كان يعلم انها نجسه ونوى يعني يرفع النجاسه ثم نسي ودخل في الصلاه فصلاته في الحالتين صحيحه. والصحيح انه لا يعيد. هذا مروى عن ابن عمر من الصحابه وعن عطاء وسعيد وطروس ومجاهد هو مذهب مالك واحمد في اصح الروايه. قال وان علم بها في الصلاه ازالها وبنى على الصلاه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في اثناء الصلاه خلع نعله وبهذا ازال النجاسه وبنى على صلاته يعني لم يستانف من جديد. والارض كلها مسجد تصح الصلاه فيها الا المقبره والحمام والحش واعطانا الابل وايضا مقارعه الطريق. قال الارض كلها مسجد لعموم الحديث جعلت الارض مسجدا وطهورا. وهذا من محاسن هذه الشريعه وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الامه الاخرى لابد ان تصلي في مكان وصار في كنائسه ويهود في بيعه. اما نحن المسلمين فنصلي في اي مكان. تصح الصلاه فيها الا هناك اشياء تستثنى الا المقبره. والصحيح ان النهي عن الصلاه في المقبره نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم
بسد الزريعة إلى الشرك. أما التعليل بالنجاسة فهذا تعليل عليل، يعني تعليل غير صحيح. إنما ينهى عن الصلاة في المقبرة خشية الافتتان للمقبورين، تأخذ قبور أنبيائهم مساجد ونحو ذلك من النصوص الواردة في الباب. والحمام، الحمام مقصود فيه المكان يعني الذي يسخن فيه الماء الحميم، وجه هذا الموطن كشف عورات فلا يصلى في الحمامات العامة. كانوا زمان يتخذون حمامات عامة ويتخذون الحمامات داخل البيوت، مكان عام يعني فيه الماء الحميم يدخل الناس فيه النظافة وغيرها. ومع لما كان مكانا عاما يختلط فيه الرجال والنساء وتنكشف فيه العورات، فلأجل الاختلاط ونحو ذلك. ليس المقصود به الحمام يعني المراحيض. والحش، الحش الكنيف هو هذا المقصود به المراحيض. أصل الحش مجتمع النخل، كانوا زمان قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم كان يخرج إلى يعني مجتمع يعني النخيل، ليس المثمر إنما النخيل الأشياء التي هجرت وتركت وكانوا يقضون فيها حاجاتهم أو حاجاتهم في معناها الكنف. والنهي يعني الكنيف ونحوه لأن الماء والشياطين، ولهذا تشرع الاستعاذة عند دخول الكنيف. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة المسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن استقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكن، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمهاريب المسلمين، وإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. خامس الشروط استقبال القبلة، قوله تعالى فولوا وجوهكم شطر، يعني شطر البيت القبلة. قال إلا في النافلة على الراحل للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. النافلة يكون فيها النافلة الراتبة أو النافلة المطلقة، يعني إذا كان مسافرا على راحلته، على جمله، على سيارته، على طائرته، في قطاره، فإنه في هذه الحال يخفف شأن النافلة ويصلي كيفما اتجه، ولا يلزم باستقبال القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفعل هكذا، كان يسبح على ظهر راحلته. إلا في النافلة على الراحلة، إلا هذا خاص بالمسافر الراكب دون المسافر الماشي، وفي المذهب أيضا يجوز حتى للماشي. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكن، واحد عاجز عن استقبال القبلة لخوف لأنه يجري من يعني عدوه وحان وقت الصلاة، فإنه يصلي ولا يستقبل القبلة، لأن هذا يعني شرط عجز عن تحقيقه. قال تعالى فخفتم فرجالا أو ركبانا، خفتم يعني نحو فوات رفقة أو ضياع مال أو يعني تقييد أو حبس أو نحو ذلك، أو كان هناك مريض لا يتحرك أو ليس عنده من يحركه ونحو ذلك، ففي هذا كله الأمر واسع يصلي كيفما كان. وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. وما عداهما يعني ما عدا هذا العجز عن الاستقبال أو المسافر في شأن النافلة فإنه لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. طيب ماذا يفعل في الفريضة؟ الفريضة يمكن أن يجمع جمع تقديم أو تأخير بعد وصوله من سفره،
للحفاظ، يعني كان مفكر على النافلة بقية الفريضة، الفريضة كان مسافرا جمع يجمع تأخير لما يصل إلى البلد التي يسافر إليها أو جمع تقديم في بلده، لكن لو جمع جمع تقديم في بلده فإنه لا يقصر، يعني واحد سيركب القطار قبل العصر نصف ساعة ويصل بعد المغرب، وقت العصر كله سيكون في أثناء السفر، فنقول له قبل أن تخرج من بيتك صل الظهر 4 ركعات واجمع معه العصر 4 ركعات ثم سافر. فيتصور هنا الجمع لأن الجمع يكون للحاجة. فإذا لزمه أو إذا دخل عليه الوقت وخشي خروجه إن كان في سيارة خاصة أو أمكانه أن يوقف السيارة العامة وقفوا ونزلوا وصلوا يعني جميعا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوقف الرفقة والقافية ويصلون جميعا. أما إذا عجز عن ذلك في نحو طائرة أو قطار أو نحو ذلك ويعني عرف أن الوقت سيفوت فإنه يصلي على حسب استطاعته، يتحرر قبلة ويجتهد أن يكون قائما يتطهر بالماء إن وجد وإلا يعني تيمم، لكن لا يجب أن يؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها، فيؤخر العصر إلى غروب مثلا بحجة أنه ما زال في السفر. ومع ذلك لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمه الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها. قريب من الكعبة يستقبل عين الكعبة لأنه يرى الكعبة ويشاهدها، فلا بد أن يستقبلها لأنه يشاهدها، ولذلك الناس حول الكعبة الصفوف دائرية، لأن كل واحد لا بد أن يستقبل الكعبة، والذي في الناحية الأخرى خلف الكعبة سوف يستقبله، فيكون وجهه في وجه أخيه لأنهم جميعا استقبلوا الكعبة، بخلاف ما لو كان بعيدا فإلى جهتها. نحن الآن بعيدون عن الكعبة فنصلي الصفوف المستقيمة جهة الكعبة، لكن من كان حول الكعبة في المسجد الحرام فإنه يستقبل عينها، والبعيد يستقبل جهتها. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه إعادة. إن خفيت القبلة في الحضر سأل، سأل وعمل بخبر من يسأل، ويصح العمل بخبر واحد إن كان ثقة رجلا كان أو امرأة، هذا من الأخبار الدينية بخلاف الشهادة، الشهادة تحتاج إلى يعني اثنين. وسواء كان خبره هذا الذي يخبره أين القبلة يا فرقة القبلة هنا، سواء كان ذلك يعني بشهادة برؤية أو باجتهاد على الصحيح. واستدل بمحاريب المسلمين، لأن اتفاق المسلمين على اتخاذ هذا يعني المحراب والصلاة إلى هذه الناحية يدل على أن هذه هي الجهة، لكن هل يصح اتخاذ المحاريب المعهودة التي في مساجد المسلمين؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وإن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار واختلاف الأمصار هذا في معنى الإجماع، وبعض أهل العلم يعني نهى عن اتخاذ المحاريب بهذه الطريقة المعهودة، واعتبر أن هذا فيه نصوص يعني وردت في النهي، ثم اختلف هل هذه النصوص تشهد لهؤلاء أو لهؤلاء، والأمر في هذا يعني ما بين من يرى السنية أو الاستحباب أو الإباحة، ويعني يرى السيوطي رسالة في يعني المنع من ذلك، إعلام القريب بحدوث بدعة المحاريب جزم فيها ببدعية المحراب، ويعني تابعه على هذا بعض أهل العلم قبله وبعده، واعتبروا أن هذا يعني من البدع اتخاذ المحاريب في المساجد على هذا النحو، وأنكروا أن يكون من المصالح المرسلة ما دام يمكن أن يستدل على القبلة بطريق آخر، مع أن في من الزخرفة
نحو ذلك. عند البزار عبد المسعود كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا قال هؤلاء زي بعض المحاريب قال يمكن أن يعني تجعل منابر يعني بديلة عن هذه المحاريب. في حين أن جماعات أخرى من أهل العلم رأوا الأمر فيه واسع وأن هذا اتفق عليه العلماء وفسروا النصوص الواردة بالنهي عن المحاريب يعني على وجه آخر، والوقت يضيق عن التفصيل. قال فإن أخطأ فعليه الإعادة، فجعلوا إذا أخطأ في الحضر عليه الإعادة، لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال، لكن الصحيح أن الحضر كالسفر، ما لم اجتهد فإنه لا حرج عليه، الحضر محل للاجتهاد، وإذا عجز عن الاستدلال ولذلك لا يعيد عن الصحيح. قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، واعتبر من السفر أسهل. إن خفيت في السفر اجتهد يعني في معرفة القبلة وصلى ولا إعادة عليه، إنه أتى بالمأمور وليس عليه أكثر من الاجتهاد. المقصود أنه اجتهد يعني نظر في علامات القبلة كالنجوم بالليل والشمس بالنهار، وهذا من الاجتهاد. وإذا عجز عن الاجتهاد بهذه الطريقة سأل من يعني يمر به وقد أخذ بما يستطيع. الآن في زماننا يستعمل البوصلة وهذه الأشياء الحديثة التي توجد في المحامين والساعات ونحوها، وأصبحت المسألة فيها ساعة الحمد لله. وإن اختلف مجتهدان لم يدفع أحدهما صاحبه، واحد قال القبلة شكلها هنا والثاني قال بل هنا، فكل منهما يعتقد خطأ الآخر وصواب له عليه باجتهاد، وفي هذه الحالة لم يدفع أحدهما صاحبه إلا وأن أحدهما تردد في اجتهاده، وحينئذ يغلب على الظن صحة اجتهاد يعني صاحب، فالصحيح المتردد يتبع الجازي، لأن المتردد أبطل اجتهاده بنفسه. قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. اختلف اثنين معهم واحد أعمى لا يعرف تمييز جهة القبلة أو عامي لا يعرف ذلك، من يتبع؟ يتبع أوثقهما في نفسه. وهل يلزم المجتهد في القبلة إعادة الاجتهاد لكل صلاة؟ الصحيح أنه لا يلزم ما لم يطرأ عليه شك. يعني واحد في مكانه واجتهد في صلاة الظهر ليس صلاة العصر لا يلزم أن يعيد الاجتهاد إلا إذا يعني تغير اجتهاده لظن ظنه أو إشكال أشكال عليه. لو بال أحدهما يمينا والآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة صح اتفاق أحدهما بالآخر، بخلاف ما لو لم يتفقا في الجهة، واحد يعني هذه الجهة والثاني عكسها. في هذه المسائل كلها هذه المسائل الاجتهادية. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يستقصها. آخر الشروط النية للصلاة بعينها، يعني لا تصح الصلاة إلا بالنية، هذا شرط معروف. فقهاء دائما يتكلمون عن نية العمل، وأغلب السلوك يتكلمون عن نية المعمول له، وكلاهما شرط. والمقصود هنا من الكلام على النية بمعنى الفقهاء نية العمل، النية للصلاة بعينها، الصلاة بعينها عن الصلاة الظهر التي يصليها أو العصر. بعض العلماء قال يكفي نية فرض الوقت، يكفي نية فرض الوقت دون تعيين، وبناء عليه لو كان عليه صلاة ضعية لا يذكرها، يعني عليه صلاة ضعية لا يذكر الظهر والعصر، كفاه ذلك من غير تعيين.
تعيين، لكن على المذهب لابد أن يعين، كانت الظهر أو كانت العصر أو كانت العشاء مثلا. ويجوز تقديمه على التكتير للزمن اليسير إذا لم يفسخها، يجوز تقديم النية على التكبير، يعني مش هل تقارن التكبير مقدمها للزمن اليسير إذا لم يفسخ يعني هذه النية، وهذا صحيح يجوز. يعني الأولى أن تكون مقارن للتكبير، يعني تحريم تكبيرة الإحرام أو قبلها يسير، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقديمها على التكبير بزمن طويل ما لم يفسخ. واحد هو خارج من البيت ناوي العصر وسيصل إلى المسجد يعني بعد مدة، لكنه لم يفسخ هذه النية لأنه لا زال مستصحبا بحكمها، وهذا هو الأقرب. وإلى المبالغة في هذه المسائل غرضا يوسوس. قال صاحب الإنصاف: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ قال شيخ الإسلام: كانوا يكبرون بيسر وسهولة بدون تعمق وتكلف وتعسير وتصعيد، ولو كانت المقارنة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك. وقد أشرنا من قبل أن التلفظ بالنية من البدع، نسبة القول مشروعية النطق بالنية إلى الشافعي هذا خطأ في فهم كلامه. ويعني نكتفي بهذا الأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. أخوانا حريصنا على بعض الأسئلة، وأحيانا لا نعطي الوقت للأسئلة لضيق الوقت. هل يشترط في الإبراد أن يكون جماعة؟ لا، يلزم لو أخر وحده وأبرد وحده إن كان من أصحاب الأعراض لا يحرص ليس عليه جماعة. صواف الثوب الداخلي الذي لا يستر الكتف لا ينبغي أن يفعلها مع أن الصلاة صحيحة، ولو لا بالحافظ ولا بالوزير فليقف أمامه بالثوب الداخلي. احنا قلنا كلام شيخ الاسلام من اخذ الزينه شيء فوق مجرد ستر العوره.